السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد التي نبحث فيها موضوع التفكير ومنهجيته في الإسلام. فما هو التفكير؟ وما أسسه ومصادره في الإسلام؟ وما الغاية التي ينبغي أن يوصل إليها التفكير صاحبه في التصور الإسلامي؟ إلى أي مدى تتأثر المعرفة المتولدة عن التفكير بخصائص هذا التفكير ومصادره الموصوفة في الإسلام؟ هذه نخبة من أسئلة حلقة اليوم أطرحها بجانب أسئلة أخرى على ضيف الحلقة الدكتور نبيل الفولي أستاذ الفلسفة الإسلامية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم دكتور. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم وبالسادة المشاهدين. أهلا بكم. بداية، التفكير بالمطلق، ماذا يعني التفكير؟ ما هو التفكير؟ ومتى يمكن أن يكون الإنسان في حالة تفكير أو أن يطلق عليه أنه الآن في حالة تفكير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فالتفكير خصيصة منحها الله تعالى لهذا الكائن البشري وميزه بها عن سائر المخلوقات التي تشاركه الحياة الظاهرة في هذا الوجود الذي نراه حولنا. فنحن لا نرى حولنا مخلوقا يستطيع أن يختزن تجاربه وأن يعيد التفكير فيها، أن يتعامل معها تعاملا عقليا بحيث يعيد ترتيب حياته وفقا لهذه الخبرة التي مضت. التفكير له تعريفات كثيرة، وأقربها في تراثنا الإسلامي تعريفه بأنه الربط بين معلومين للوصول إلى مجهول. هذا أبسط التعريفات التي تقدم للتفكير. يعني هذا الكلام سأضرب أمثلة عليه، ولكن من المعروف أن الناس عندهم، أي إنسان في هذا العالم مهما كانت ثقافته، عنده مخزون من المعلومات، يعني تنتمي إلى قطاعات مختلفة حسب نشاط هذا الإنسان وحسب خبرته التي جمعها. فحينما يزاوج بين فكرتين وتنتجان فكرة أخرى جديدة فهذا يسمى تفكيرا. يمكن أن يتحول هذا التركيب إلى شيء مركب، أكثر هذا التفكير يتحول إلى شيء مركب إذا جمعنا مجموعة كبيرة من معلوماتنا ودرسناها دراسة فاحصة، دراسة عقلية فاحصة، فإذا وصلنا من هذا إلى نتيجة فإن هذا يسمى تفكيرا. باختصار شديد، التفكير معناه الوصول من معلوم محصل عندنا إلى مجهول لا ندريه من خلال الربط بين هذه المعلومات. الإنسان بطبيعته، الله تعالى قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالإنسان ليس كائنا مصمتا، بل له نوافذ تطلع على هذا الوجود وتجمع المعلومات منه، معلومات تجمع بالبصر، معلومات تجمع بالسمع، ومعلومات السمع كثيرة وهي أكثر بكثير من معلومات النظر والبصر، لأن الإنسان يسمع أصواتا مثلا ويسمع معلومات أيضا. فمثلا قد تسمع صوت أسد مثلا، فهذه المعلومة توصلك إلى وجود هذا الكائن الذي زأر وأخرج هذا الصوت، ولكن أيضا أنت تسمع إلى معلومات كثيرة من خلال هذه الحاسة، حاسة السمع. فالناس يخبرونك أن في الطريق كذا، وأنهم رأوا كذا، وأنهم حضروا مثلا غزوة كذا أو معركة كذا أو حادثة كذا أو مناسبة ما من المناسبات. فهذا كله يجتمع عند الإنسان سواء كان موثوقا أو غير موثوق، سواء كان مضمونا أو يقينيا، كل هذا يجتمع عند الإنسان ويمثل محصلته المعرفية. فإذا قام هذا الإنسان بالربط بين البيانات والمعلومات الحاضرة عنده واستنتج من ذلك نتيجة فإن هذا يسمى تفكيرا. قد يكون هذا التفكير بصورة بسيطة جدا، وقد يكون في صورة معقدة، فكل الناس يفكرون. فلا ينبغي أن نظن أن الإنسان البسيط الذي يعمل في أي عمل بسيط، لا ينبغي أن نظن أنه لا يفكر، بل هو يفكر، ولكن في نطاق أو في نطاق الحياة التي يتحرك فيها. فكل إنسان تفرض عليه حياته وطبيعة عمله وطبيعة البيئة التي ينتمي إليها والمستوى الثقافي، كل هذا يفرض عليه الموضوعات والمناشط والأنماط التي يفكر بها وفيها. استنادا إلى التعريف الذي سقته لنا دكتور، هي أنه وهو وصفته بأنه أبسط تعريف، الوصول من معلومين إلى مجهول أو من معلوم إلى مجهول. لو تحدثنا بلغة أكثر تبسيطا وضربنا بعض الأمثلة، يعني كيف يتحقق التفكير عمليا في واقع الناس بالوصول إلى المجهول من خلال المعلوم؟
بمعنى بسيط لو خاطبنا إنسانا متدينا نقول له إن نظرك في هذا الوجود حينما تنظر إلى زهرة جميلة ملونة خرجت من هذا الطين الأسود وسقيت بماء لا لون له ولا طعم ولا رائحة، فتجد في هذه الزهرة ألوانا وأشكالا وصورا من الرقة والجمال والعذوبة، ترى فيها النداوة، ترى فيها الطراوة، ترى فيها يعني ذكاء الرائحة وطيب الرائحة، كل هذا يدل على هذا شيء مشهود أمامك معلوم عندك، فإنك تقول إن صانع هذا لابد أن يكون عظيما، لابد أن يكون حكيما، لابد أن يكون قادرا. فهذا وصول من معلوم إلى شيء يعني أنت لا تراه مباشرة، فأنت لا ترى الله عز وجل في هذه الدار، ولكن تصل من مصنوعاته إلى العلم بقدرته. لو شئنا أن نمثل هذا بشيء بسيط في حياتنا أيضا بشيء مشهود، فإنك إذا وجدت بناء مبنيا بشكل مزخرف وجميل، لو افترضنا مثلا أننا ذهبنا إلى مسجد من مساجد إسطنبول مثلا ورأينا حلاوة الزخرفة وجمال الصنعة، فإننا سنوقن بأن هذا المعماري الذي صنع هذه الزخارف والذي أقام هذه القباب وهذه المآذن لابد أنه كان يعني كانت عنده قدرة عالية على التخطيط وقدرة عالية على التصميم وقدرة عالية على تنفيذ خططه المعمارية واقعا مشهودا. هل هذا يدخل في إطار التفكير أم يدخل في إطار الاستنتاج الأولي؟ أي نتيجة نظرية نستنتجها من معلوم عندنا أما يكون هذا المعلوم فهو تفكير. تفكير. لكن إذا انتقلنا من التفكير إلى الفكر فنحن نتكلم عن شيء آخر. ولذلك التفكير ليس هناك شيء اسمه تفكير الإسلامي وتفكير غير الإسلامي، هناك فكر إسلامي وفكر غير إسلامي. لأن التفكير يشبه الأشياء التي هو شيء يشترك فيه كل الناس. فليس هناك تفكير إسلامي وتفكير مسيحي وتفكير يهودي، ليس هناك. لماذا؟ لأننا لا نسمي الأشياء الطبيعية التي يقوم بها الناس لا نصفها بوصف ديني. فنحن لا نقول تناول فلان للطعام تناول إسلامي، بعيدا حتى عن الأداب التي نعرفها، لكن كل الناس يأكلون الطعام في أفواههم وبأيديهم عادة ويهضمونه بمعدتهم وكذا وكذا بنفس الطريقة. طبعا أنا أتكلم هنا بعيدا عن أداب الطعام وهذه الأشياء التي تخص الإسلام وغيره، ولكن التفكير لا نستطيع أن نصفه بأنه مثلا عربي أو عجمي تركي أو أوروبي أو أمريكي، لا نصف هذه الصفة، كما لا نصف الأعمال الطبيعية التي يقوم بها الناس اضطرارية أو غير اضطرارية، لا نصفها بصفة تنسبها إلى بلد ولا تنسبها إلى قومية ولا تنسبها إلى شعب دون شعب آخر. لكن في هذا السياق المفكرون يكتبون عن مناهج في التفكير، مثلا الإسلام لديه منهجية، هناك التفكير له منهجية محددة في الإسلام. لو طرقنا هذا الموضوع، أسس التفكير في الإسلام على ماذا تنبني؟ وقال لكن قبل ذلك دكتور، يعني هي الأصل المستقر في أذهان الناس أن التفكير أمر عام مطلق، الناس تفكر. ماذا نقصد عندما نقول أن منهجية التفكير في الإسلام أو منهجية التفكير في الحضارة الغربية، منهجية التفكير في الحضارة الصينية، ماذا نقصد بمنهجية التفكير هنا؟ إذا انطلق الإنسان من مجموعة من القواعد الخاصة أو المسلمات الخاصة أو الثوابت الخاصة به، سواء كانت ثوابت عادات أو ثوابت دينية مهما تكون هذه الثوابت، وبنى عليها تفكيره واعتبرها أصلا في تفكيره، فإننا نستطيع في هذه الحالة نقول أنه يفكر على أسس تنتمي إلى هذه الأصول. يعني على سبيل المثال، يعني المسلم مثلا لا يعتبر أن هذا الوجود هو كل شيء، ولا يعتبر هذه الوجود الذي يراه يعني، ولا يعتبر أن هذه الحياة هي كل شيء، فيعتبر أن هناك وجودا معاينا، وجودا محسوسا، ولكن أيضا يؤمن بأن هناك غيبا، يؤمن بأننا نعيش في الحياة ولكن هناك دار أخرى، دار أخرى هي الدار الآخرة. فإذا اعتمد الإنسان أو اعتبر الإنسان هذه مسلمة من المسلمات، يعني تستطيع أيضا أن تضيف المسلمات العقدية مثل الإيمان بوحدانية الله عز وجل والوحدانية المطلقة التي يعرفها المسلم. معذرة دكتور، أنت الآن حددت فكرة المنهجية، منهجية في التفكير. هنا أريد أن أدف معك إلى الموضوع المهم الذي سألتك عنه، هي أسس التفكير في الإسلام. نعم، هو يعني التفكير بشكل عام هو توظيف للعقل في الوصول إلى نتائج من خلال المعلومات بشكل عام. نعم. لكن الإسلام ميزته أنه أولا يحترم هذا الفعل، يضع هذا الفعل يعتبره عبادة. فأنت حينما تفكر على كما قال العقاد رحمه الله سمى كتابا من كتبه التفكير فريضة إسلامية، ومعلوم أن من أتى بفريضة فقد تعرض لأجر الله تعالى، لأجر تعرض للأجر. ف
فالتفكير فريضة إسلامية، بمعنى أن من عطل هذه الملكة ولم يشغلها في الوصول إلى الحقائق فهذا معاقب ومحاسب. ولذلك نحن نقرأ في آخر سورة الفاتحة حينما ندعو الله عز وجل نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هؤلاء الذين أنعم الله عليهم يعني مسألة عامة، قد يقول كل الناس نحن الذين أنعم الله عليهم، فقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم الذين تعمدوا ترك الحق، أما الضالون فهم الذين لم يبذلوا جهدا في تمييز الحق من الباطل. فالإسلام يعتبر التفكير فريضة بالفعل، يعني العقاد رحمه الله التفكير بالمطلق، التفكير للوصول إلى الحقائق بشكل عام. نعم هنا محدد، يعني التفكير إلى الحقائق أم إلى الحقيقة؟ إلى الحقائق بشكل عام، سواء كانت حقائق كونية، يعني نحن مثلا مقصرون في مجال اكتشاف الكون والوجود، نحن على سبيل المثال نحاول أن نثبت أن القرآن توافق مع الحقائق العلمية التي أثبتها فلان وفلان من أهل الأديان والملل الأخرى من الملحدين وغيرهم. لكن الحقيقة معذرة دكتور، أنت ذكرت نقطة مهمة، لكن قبل أن ننتقل أن نتوسع فيها أريد أن يعني أن نوضح، يعني قبل قليل أنت قلت التفكير، فهمت منك أن التفكير هو غريزة في الإنسان أو أي إنسان هو يفكر بالمطلق، كيف يكون التفكير فريضة إسلامية وهو في الأصل غريزة وتدرج على في الإنسان؟ يعني هنا يحتاج الأمر إلى تمييز. نعم، لأن الإنسان في بعض الأحيان يعطل ملكاته، لا يشغلها بالشكل الذي ينبغي، وقد يشغلها بمضادة للحق. يعني مثلا الله عز وجل أعطانا الأعين، والنظر بالأعين طبيعة، عمل طبيعي الإنسان يقوم به بطبعه، ولكن قد يستعمل هذه الحاسة فيما لا يرضي الله عز وجل. إذن ليس التفكير بالمطلق هو فريضة إسلامية، وإنما التفكير نعم. بطريق الخير، التفكير للوصول إلى 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 الحقائق بشكل عام. نعم، فكما رأيتم الضالون هؤلاء الذين سلكوا طريقا باطلا واشتبه عليهم الحق بالباطل، لأنهم لم يبذلوا جهدا في التمييز بين هذا وذاك. ربما بعض الناس يقول هؤلاء اشتبه عليهم الأمر، ما استطاعوا أن يميزوا، لكن هذا عيبهم، هذا وعيبهم الذي سيحاسبون عليه. يقال لهم أين عقولكم التي منحت لكم؟ لما لم تستعملوها في التمييز بين الوحدانية والتثليث؟ لماذا جعلتم إله الكون إلهين، إلها للظلمة وإلها للنور كما يفعل الثانوية؟ لماذا فعلتم وفعلتم؟ لماذا أكلتم الربا بزعم أنه من الدين، كما يعني كما يفعل من قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني يحل لنا أعراض الناس وأموالهم؟ كيف تقولون هذا؟ فإذا كل من عطل هذه الملكة أو انحرف بوظيفتها، وكثير من الناس ينحرفون بوظائف الملكات الإنسانية الممنوحة لهم ويوظفها في محادة الله. ما من أحد يحارب الله عز وجل إلا ويحاربه بنعمه، إما بماله الذي أعطاه الله له، أو بصحته التي منحه الله إياها، أو بماله، أو بما تستطيع أن تقول من النعم التي عنده. ولو سلبت منه النعم ما استطاع أن يحارب ربه عز وجل بغيرها، لأنه لا أحد يمنحه شيئا غير الله عز وجل. والحديث عن أسس التفكير في الإسلام دكتور ربما يقود إلى الحديث عن ضوابط التفكير لأهمية هذا الموضوع، لو تحدثنا أيضا لكن عن لكن أنا ما أكملت تفضل هذا أريد أن أسألك عنه. أول أساس كما ذكرت لكم هو أساس أن هذه فريضة يثاب المرء عليها، التفكر والتفكير والتدبر في هذا الوجود والوصول إلى الحقائق. المسلم الذي يسعى إلى كشف الكون أو كذا، المسلم الذي يسعى إلى اليقين في إيمانه، المسلم الذي يسعى إلى حل مشكلات البشر ومساعدة الناس على يعني أن ينالوا من الخير، كل هذا سعي في عمل يثاب الإنسان عليه. كذلك يقام التفكير على أسس صحيحة. التفكير لا يأتي من الهواء، بل التفكير يأتي بناء على معلومات وبيانات. هذه البيانات لابد من التثبت منها. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أو فتثبتوا. فالتثبت ضروري وأكيد، وهذا ما كان يتكلم عنه المنطقيون. علماء المنطق كانوا يقولون لكي تصل إلى نتيجة يقينية فلا بد لك من أن تبدأ بمقدمات يقينية. يعني إذا كانت المقدمات يقينية ومؤكدة وثابتة فإنها لا بد أن تؤدي إلى نتائج يقينية أيضا. فهذا شيء أكد عليه القرآن كثيرا. يعني مثلا حينما يقول للناس قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، يعني هاتوا أدلتكم على صحة ما تقولون. أين المقدمات التي تؤدي؟ حينما قال وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كانوا هودا أو نصارى، قال لهم قل هاتوا برهانكم، يعني نحن لا نعارضكم ولكن بشرط أن تأتوا بالبرهان. أين المقدمات التي تثبت هذه النتيجة؟ ليس عندكم مقدمات. دائرة اليقينيات كأساس للتفكير في الإسلام هي دائرة واسعة أم ضيقة؟
كل منفذ أو كل طريق تأتي منه المعلومات الموثوق فيها، يعني مثلا المعلومات المحسوسة، يعني ما ترى بعينك وتسمع بأذنك وتلمس بيدك وما سائر المحسوسات، هذه يقينية. إذا رأيت الشمس ساطعة فلا أحد يماري في أنها ساطعة، إذا لمست هذا وجدته أملس فإن هذا لا أحد يماري فيه إلا مريض، يعني إذا شربت العسل وقلت إنه حلو فلا أحد يماري في أن العسل حلو إلا أن يكون مريضا. من أيضا من منافذ المعلومات، أيضا من طرق المعلومات الوحي، وهذه أيضا ميزة أخرى في الإسلام، أن الوحي يعتبر في ذاته مصدرا للمعرفة، ولكن ليس مصدرا بالمصادرة، يعني لا أنا لا أقول أو الإسلام لا يقول إنه مصدر للمعلومات هكذا ويصمت، ولكن يثبت صحته، يثبت أنه تنزيل من الله عز وجل ممن خلق هذا الوجود. فإذا تحقق هذا الرباط وتأكد عند المستمع أن هذا القرآن تنزيل من الله عز وجل تحدث الثقة هنا. يعني مصادر المعلومات، إذا جاءني صادق مصدق بخبر يدخل هذا تحت ضمن المعلومات، إذا جاء الخبر تواترا حتى وإن لم يكن هؤلاء الرواة الذين تواتر عنهم إن لم يكونوا مؤمنين فيأخذ هذا الخبر على أنه خبر صادق. هل أنت تتحدث عن مصادر التفكير في الإسلام أليس كذلك دكتور؟ هذه مصادر المعلومات التي عن طريقها يعني يتحقق عندي الثقة في المعلومة التي أبني عليها التفكير، ولكن هذه توجه التفكير في نهاية المطاف، تؤثر فيه طبعا وتحقق الثقة فيه. نعم، قبل قليل قلت أن التفكير لا يكون إلا بناء على معلومات، هنا أريد أن أسأل، وهذا طبعا في ضمن سيرورة توضيح هذا المفهوم، مفهوم التفكير، التأمل هل يختلف عن التفكير؟ هل التأمل تفكير أم ليس تفكيرا؟ علما أن التأمل ربما لا يكون مبنيا على معلومة. هو التأمل سماه القرآن التفكر، التفكر أو التدبر. لا، التدبر هذا في الكلام، أما التفكر فإنما يكون في المشهود. طيب، ويعني إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يتفكرون في خلق. التفكر هنا مبني على توظيف حاسة البصر في النظر إلى الموجودات التي حولنا واستنتاج نتائج منطقية من خلال هذا النظر. فأنت تسرح بعينيك في المشاهد الطبيعية فترى يعني تجليات العظمة الإلهية في هذا المخلوق المباشر الذي خلقه الله عز وجل. هذا 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 كما يقول القرآن هذا خلق الله. فهذا خلق الله يعني كأنه دعوة للنظر في هذا الخلق. هل هو مجرد استمتاع؟ نعم، استمتع بالنظر إلى الوجود، تمتع بصرك بالنظر إلى صفحة السماء وإلى صفحة الماء وإلى الوجود، ولكن المسلم يزيد على ذلك خطوة أخرى، وهي أنه يستنتج أن هذا من صنع الله عز وجل. فالوجود يزيده ارتباطا بربه فيزداد إيمانا وثقة في عظمة الله عز وجل الخالق. دكتور، بعد الفاصل سأتحدث معك عن أو سأسألك عن خصائص التفكير في الإسلام، ربما مصادر التفكير وأسس التفكير تقود إلى خصائص محددة، لكن قبل أن أذهب إلى الفاصل، قد يقع الالتباس في ذهن المشاهد أو في ذهن المسلم أن حرية التفكير وإطلاقاته قد تتعارض مع وجود منهجية وقواعد وضوابط وأسس للتفكير، كيف يمكن إزالة هذا اللبس من الأذهان؟ اللبس القائم على أن التفكير الأصل أن يكون مطلقا إطلاقات، نعم، تفكير مطلقا، نعم، حرا، نعم، لكن هنا تدخل المنهجية والأسس والضوابط وقواعد التفكير في الإسلام مثلا، هذا قد يفهم المشاهد أو المسلم أن ثم التباس هنا تناقض، كيف يمكن إزالة هذا اللبس من ذهن المشاهد؟ لا بد أن نفرق بين أمرين، بين القواعد والقيود. يعني القوانين التي تطبقها أي دولة هل هي قيود أم قواعد؟ هي قواعد، ولكن هي قيود على من يريد الانحراف، الذي يريد يسرق الناس مثلا، يعني عقوبة السارق تعتبر قيدا له، ولكنها قاعدة لضبط حركة المجتمع، لكنها قاعدة لتنظيم العلاقة بين الناس. طيب، يعني يفهم أنها قاعدة لتنظيم العلاقة لكن لا يفهم أنها قاعدة للتفكير، يعني بمعنى أنها توجه التفكير في مسار محدد، ليس حرا الإنسان بالمطلق في تفكيره. بلا شك، هو طبعا الناس ينظرون لهذه المسألة على أن الإسلام يعني يضع على العقول قيودا، يعني المناطق التي هذا ما قد يفهم من كلامك أيضا، يعني المناطق التي يعني أشار الشرع إلى أن التفكير فيها يعني ينبغي الابتعاد عنه، إنما هي مواضع لا ينتج العقل فيها شيئا. يعني على سبيل المثال قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسلم، يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول من خلقك؟ فيقول الله، فيسأله فيقول من خلق الله؟ فإذا جاءكم مثل هذا فاستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، أو كما قال.
هل معنى ذلك أننا لا نفكر في ذات الله؟ نقول لمن يريد أن يفكر في ذات الله فكر، ولكن قل لنا إلى أي نتيجة وصلت. هناك أمور كثيرة الناس بذلوا فيها جهودا كبيرة جدا وما وصلوا إلى نتيجة فيها. أحد علماء المغرب اسمه المازري من علماء المالكية الكبار يقول: ما أكثر ما تكلم الناس وكتبوا في العقل والنفس والروح وما قالوا شيئا. لماذا؟ لأنهم تكلموا عن غيب، فكلامهم رجم بالغيب. يعني لنفترض أن الإسلام أتاح الفرصة أن يتكلم الناس في الروح ويتكلموا في النفس ويتكلموا في العقل بما شاءوا وبما أرادوا، أو يتكلموا عن ذات الله عز وجل بما شاء، تكلموا كما تشاءون، ولكن قولوا لنا بالله عليكم ما النتيجة التي وصلتم إليها. لكن دكتور أنت أستاذ الفلسفة، وربما نذهب قليلا في الحديث في الفلسفة وإن كان بلغة مبسطة، أليس الله حقيقة مطلقة؟ وإذا كان الله حقيقة مطلقة، ألا ينبغي أن يوصل التفكير الحر المشذب من القيود والشوائب إلى الحقيقة المطلقة، إلى الله؟ فكر فيما تشاء ولكن في ذاته. هذه الإشكالية، في أن الناس يفكرون في ذاته، إلا ما طبيعة هذه الذات؟ فكر في صفاته وتجليات الصفات وكذا، فكر في أفعاله وعظمة أفعاله سبحانه وتعالى. المجال واسع جدا للتفكير. أما طبيعة الذات فأنا يعني نحن نستطيع أن نقول إن أي شيء غاب عنا لا يمكن أن نصل إلى حقيقته. لو لا يعني الذين يؤمنون بوجود الملائكة، هل وصلوا إلى حقيقة الملائكة؟ لم يصلوا إلى شيء إلا ما أخبروا عنه من أنهم مخلوقات من نور. يعني كل شيء هكذا نستطيع أن نتكلم عنه. الأشياء التي لم نرها لم نحسها، فنحن لا يمكن أن ندرك طبيعتها إلا إذا رأيناها وأحسسنا بها. فالله جل وعلا الذي ليس كمثله شيء، إذا كانت المخلوقات هكذا، المخلوقات الحادثة التي يعني تقبل الفناء والزوال، إذا كانت حينما تغيب عن حواسنا لا يمكن أن نعرف طبيعتها أبدا بدون أن نحسها مباشرة أو أن نخبر عن طبيعتها، فما بالكم بالله عز وجل؟ استنادا إلى قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، هل تفيد هذه الآية تقييدا للتفكير عند المسلمين أو عند الإنسان بصفة عامة، أم أنها تفتح مجال التفكير؟ بالعكس، هذه تفتح القلوب والنفوس لتسرح في هذا الملكوت الواسع، لترى وتنظر إلى هذه العظمة الهائلة المشهودة، وأن الله عز وجل عظمته فوق ذلك، وأن الله أكبر من ذلك، وأن الله أجل من ذلك. فمهما حاولت الروح أن تسمو، مهما حاول القلب أن يعلو، ومهما حاول العقل أن يفكر، فإنه لا يصل إلى هذه السماء الرفيعة العالية، سماء الوجود الإلهي. هذه أرقى مما يمكن أن يصل إليه الإنسان. إذا كان التفكير غريزة أو طبيعة بشرية، فلماذا يقيد الله سبحانه وتعالى التفكير في ذاته، في كنهه؟ يقيده يعني لماذا الشريعة يعني تقيد هو الشريعة؟ هو المسألة كأن يعني هناك فرق. الفلسفة بشكل عام، أريد أقول الفلسفة بشكل عام تبدأ من الصفر كما يقولون، يعني ليس عندها مسلمات. نعم، جيد. ولكن لو قارنا بين فيلسوف مسلم وفيلسوف غير مسلم، أو بشكل عام بين فيلسوف متدين وفيلسوف غير متدين، سنجد أن الفلاسفة المتدينين توصلوا إلى حقائق أكبر بكثير من الملحدين. يعني أنا الآن في مجلسي هذا لو ذكرت مثلا أسماء مثل أرسطو وكان متدينا، سقراط وكان متدينا، وأفلاطون وكان متدينا، وإيمانويل كانت وكان متدينا، وفي جهتنا نحن محمد إقبال وكان متدينا، وعلى عزة بيغوفيتش وكان متدينا. هؤلاء هم أعظم من فكر في هذه الدنيا. ما حال إيمانهم بالله أو بأديانهم، ما حال بينهم وبين أن يقدموا البشرية أعظم ما يمكن أن يقدم من تفكير. الذي يقول الدين عائق مخطئ. المسألة أن, 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 أن الإنسان يعني إذا وضعت له علامات في الطريق، يعني لو قلنا لعشرة من الأشخاص اسلكوا هذه الصحراء، ووضعنا لهم علامات في الطريق، وقلنا لهم من يريد أن يلتزم بهذه العلامات سيصل أسرع. هذه العلامات هل يمكن أن تمثل قيودا؟ هي قواعد للسير في عالم واسع غريب. الإنسان لا يحيط إلا بجزء قليل جدا جدا من هذا الوجود. ربما هذا يقودنا إلى الحديث عن خصائص التفكير في الإسلام. نكمل هذا الحديث الشائق بعد فاصل قصير، نواصل حديثنا بعد فاصل قصير. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت.
أسعدكم الله في الحديث مجددا عن منهجية التفكير في الإسلام والحديث دائما مع الدكتور نبيل الفولي أستاذ الفلسفة الإسلامية. مرحبا بكم مرة أخرى دكتور. في سياق الحديث عن التفكير ومنهجيته في الإسلام، هل نجد في الإسلام خصائص محددة للتفكير، وأين ينفرد الإسلام في هذه الخصائص؟ الإسلام يمتاز عن كل الأديان بأن قاعدته الأساسية قاعدة عقلية. قاعدة عقلية بمعنى أن المدخل الأساسي للإسلام هو العقل. العقل أم النقل؟ يعني الناس يظنون أن العقل شيء والنقل شيء آخر، ولكن العقل متعانق مع النقل تعانقا عجيبا. ليس عندنا ثنائية، هذه الثنائية التي أشاعها بعض الناس وبعض المتكلمين وبعض العلماء السابقين أشاعوا ثنائية العقل والنقل. المسألة ليست هكذا. يعني إذا نظرتم في بعض آيات القرآن، يعني مثلا قول الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذه الآيات ماذا نعتبرها؟ نعتبرها نقلا أم عقلا؟ المسألة هنا الناس وقعوا في الإشكالية من ناحية أن القرآن أحيانا يقرر العقيدة فقط، وفي أحيان أخرى يقررها ويثبتها. فإذا كان القرآن يقرر العقيدة ويثبتها، كيف يثبتها للناس؟ يثبتها بالأدلة التي يفهمها كل البشر وهي العقل. العقل قسمة مشتركة بين الناس كما يقول بعض الفلاسفة، قسمة مشتركة يعني قسمة متساوية بين الناس. الله جل وعلا جعلها مباحة في كل الأمم وكل الملل وكل الشعوب، فكل الناس منحهم الله عقلا. فلذلك الخطاب الذي ينبغي أن يوجه إلى البشرية، ونحن نعلم أن الإسلام دين عام، فبماذا يخاطب الناس؟ يخاطبهم بعواطفهم، العواطف ليس لها ضابط. يخاطبهم بتراثهم بعاداتهم متفاوتة، إذا يخاطبهم بالملكة المشتركة وهي ملكة العقل. فيخاطبهم بهذه، يقول لهم: أإله مع الله؟ يعني هل الله عز وجل يحتاج إلى أن يكون معه إله؟ هل عجز عن إدارة الكون حتى يكون معه إله؟ هذه في قضية التوحيد، لكن قبل ذلك ثمة جدلية لم تحسم دكتور. هل معرفة الله تتم بالعقل أم بالنقل؟ يعني هل نعرف الله بإخبار الله لنا بأنه موجود، أم نعرفه حدسا عقلا يعني بالإدراك العقلي؟ يعني أنا قبل أن نؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نؤمن بوجود الله عز وجل. يعني المسألة متسلسلة هكذا. أولا قاعدة الدين الأساسية الإيمان بوجود إله حاكم لهذا الوجود. كيف يتحقق هذا الإيمان؟ هذا دائما يتحقق بالعقل بلا شك، بالعقل. والقرآن وظف هذا الكلام. يعني أنا أقول لكم على سبيل المثال، الله عز وجل يقول في أول داء في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. الناس للأسف الشديد ينظرون إلى سطح الكلام. معنى هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل ينادي الناس، ما نادى المسلمين وحده، نادى الناس: يا أيها الناس اعبدوا. طب لماذا نعبدك أنت يا الله، يا من تنادينا؟ الذي خلقكم، لأنكم لم تكونوا قبل ذلك فوجدتم. من أين جئتم؟ جئتم من أصلاب الآباء والأجداد. لكن هذا إخبار، هذا ليس إخبارا. يعني هل هناك من الناس من زعم أنه أوجد نفسه؟ لا هذا إخبار بأن الله خلق العباد. يعني لا، ليس مجرد إخبار، بل يعني ثبت. هل هناك من زعم أنه خلق الإنسان؟ لا أحد زعم، لم يزعم أحد هذا. هل هناك من زعم أنه خلق السماوات والأرض؟ لا أحد إلا الله عز وجل. طيب نناقش هذه الدعوة إذا صح أن نقول إنها دعوة. طيب لا يمكن أن يكون الإنسان أو هذا الوجود، لا يمكن أن يكون وجد هكذا صدفة، لا يمكن بالأرقام وبكل طريقة. لا يمكن أن يكون قد أوجد نفسه، لا يمكن أن يكون وجد بدون موجد. إذن هناك إله أوجده، صحيح؟ يعني مسألة عمق الكلام يشير إلى أن الله عز وجل يستحق أن يعبد. ما العلة في ذلك؟ لأنه خلقنا. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. أرجو المعذرة دكتور، يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى يدرك أو يعرف بالعقل، فما الغاية من الدعوة وتجيش الجيوش والذهاب إلى أماكن لم ينتشر فيها الإسلام إذا كان الله يعرف بالعقل؟ من الذي قال إن الجيوش وظيفتها نشر الإسلام؟ هكذا وظيفة الجيوش في الإسلام نشر التوحيد ومنع الذين يحولون بين الإسلام بين الناس وبين معرفة إذا الله. إذا أوذي الدعاة هنا يمكن أن يكون للجيش موقف فقط للإذاء، لإذاء الناس أو منع الناس من الدعوة إلى الله عز وجل. لم يرد في الإسلام، وهذا ربما يكون حديثا آخر، لم يرد في الإسلام أن النبي أو الصحابة شنوا حربا لأنهم يريدون أن ينشروا بها الإسلام.
ليس صحيحا. لكن معذرة دكتور، لو عدنا إلى صلب الموضوع، يعني لم تأتي بدليل على الأقل حتى الآن بأن الله سبحانه وتعالى، وهذا مرتبط بقضية التفكير، أن الله يعرف بالعقل وليس بالنقل. يعني مثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن في سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله. نعم. هذا إخبار صحيح، أن المطالب أن نعلم أن لا إله، لكن هذا إخبار صحيح بأن هناك الله. ما قلنا أن الآيات صنفان في هذا المجال، هناك آيات تقريرية تخاطب المؤمن المسلم. نعم. يقول لك اعلم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أنه لا إله إلا الله. يقول لك: قل هو الله أحد. يقول لك: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا كله تقرير. لكن هناك الآيات الأخرى، وهي مجموعة كبيرة من الآيات القرآنية، سيقت لأجل نسبة الوجود إلى خالقه، وهذا معناه أن تؤمن بوجود الله. لأن هناك إشكالية في الأديان كلها، هناك إشكالية أنها مطالبة الأديان التي تؤمن بإله غائب، يعني لا يرى، يعني لا يحس سبحانه وتعالى، وهي أنها مطالبة بأن تؤمن به دون أن تراه. غيب. غيب، تمام. هذا الغيب الإسلام أقام عليه آلاف الأدلة. لماذا يخاطب القرآن الناس بأدلة من الوجود، ما يسمى بدل الاختراع، وهذا تكلم عنه العلماء كثيرا. لكن معذرة دكتور، إتيان القرآن بالأدلة هو في النهاية نقله. لا، هو نقل ولكن موظف العقل. صحيح. ما هذه الإشكالية؟ الإشكالية أننا يعني فصلنا هذه العلاقة القرآنية المتينة بين العقل والنقل. العقل جندي من جنود الوحي، من جنود يعني الذي ينظر في القرآن يجد أن قاعدة الدين الأساسية هي الآيات التي تثبت وجود الله عز وجل. نعم. ليس صحيحا أن القرآن، أن الإسلام دين التوحيد وحده، بل دين إثبات الوجود الإلهي الكامل أولا. ومن كمال الوجود الإلهي أن يكون الإله واحدا عز وجل، ليس كمثله شيء. فكل الآيات الداعية إلى التفكير في الوجود والنظر في الخلق والنظر في خلقنا، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، يتبين لهم هذا الدين بمشتملاته الذي يكلمه عن الله الواحد الأحد، الذي يكلمه عن الله الموجود، الذي يكلمه حتى يتبين لهم أن هذا الإسلام حق. كل هذه الآيات الداعية إلى التفكير والنظر كلها من هذا النوع. كنت تحدثنا دكتور عن خصائص التفكير الإسلامي، وقلت إن الإسلام أساسه عقلي، ثم بعد ذلك لو عدنا إلى محور السؤال. نعم. يعني أنا سألتك عن الخصائص التي، نعم، ينفرد بها الإسلام، خصائص التفكير. فجنبك بدأت بالتمهيد بأن الإسلام أساسه عقلي، ثم نعم. يعني بعض الناس يظن أننا لا، يعني أن الإسلام مجرد يعني وصايا تأتي هكذا لابد أن نصدقها، وهذا غير صحيح. فأول الأسس هو أن الإسلام قائم على العقل، ولذلك الشيخ محمد الغزالي رحمه الله يصر على مسألة أن انتزاع هذه مسألة، يعني الشيخ يكررها ويصر عليها كثيرا، أن مدخل الأديان الأخرى إن كان بالعاطفة فمدخل الإسلام بالعقل. ولو أننا رفعنا هذه المسألة، رفعنا مسألة العقل، فسيتساوى الحق بالباطل، لأن العاطفة واحدة. يعني إذا قدس الإنسان حجرا كمن يحترم نبيا، هكذا قد يصل الإنسان. إذا قدس الإنسان شيئا يعني يملأ نفسه بالتصورات الخاصة، التصورات السامية الخاصة بهذا الشيء. فالفارق بين الحق والباطل ليس العاطفة. العاطفة تميل مع ما تحب وإن كان قبيحا. فلذلك أولا الخصيصة الأولى هي أن أسس الدين عقلية. طبعا الدين أوسع من العقل، لا شك في ذلك، لا أحد يشك في أن الإنسان نفسه، يعني يجب أن نفهم أن الإسلام منهج مفصل على الإنسان، والإنسان ليس مجرد عقل، ولكن العقل مرعي تماما في هذه الأصول، مرعي تماما في هذا الدين. فحتى العبادات لا نرى فيها الغموض والالتباس والعجب الذي نراه في الأديان الأخرى. هناك عبادات عجيبة جدا في كل الأديان تقريبا، فيها غموض غريب جدا. لكن عندنا الصيام وحتى الصلاة، ربما يقول الناس: ما أين العقل في كون العصر أربعا وكون الظهر كذا وكون المسألة؟ ليست هكذا، لأننا لو جعلنا هذه ثلاثة سيقول: لماذا ثلاثة؟ اثنين، لماذا اثنين؟ تمام. ودائما الغيب سيكون حاضرا في الدين، يعني الغيب، نعم، أو المجهول، يعني نعم. وهناك بعض العلماء درسوا، بعض المفكرين والعلماء منهم الدكتور زكي نجيب محمود، وفيما أذكر نديم الجسر وغيرهما، درس أهم خاصية في حضارة الإسلام وهي متأثرة بالإسلام نفسه. فقالوا أهم خاصية بعد تقليب طويل هو أنها حضارة العقل. حضارة العقل، هكذا توصل العمالقة الكبار في هذا العصر إلى استنتاج أهم خاصية في الحضارة الإسلامية، حضارة العقل. قالوا حتى حضارة اليونان،
ما كان العقل محترما بهذا القدر الذي احترم به في الإسلام. ونحن نجد أثر ذلك في الدعوة إلى التفكير والدعوة إلى النظر في هذا الوجود. فأيضا من الخصائص المهمة في التفكير الإسلامي أنه تفكير حر. حر حر، يعني نحن نقول للناس هذا الكلام ونؤمن تماما بأن القواعد ليست قيودا مانعة. نحن حينما يعني حينما نجد أن هناك رجل محمد أركون كان يقول، يعني يتكلم عن اللا مفكر فيه، يعني الشيء الذي لا يفكر فيه أحد، يعني لنفرض أن الإسلام فتح المجال فكر، يعني إذا أردت أن تراجع نفسك وتصل إلى اليقين في الأشياء فيباح لك أن تفكر فكر، ولكن الإشكالية في النتيجة، سيضيع الجهد هباء، سيصل الإنسان إلى لا شيء من هذا التفكير. وهناك ما يسمى بالقضايا الزائفة والقضايا الحقيقية، فالذي يشغل نفسه بقضية زائفة هو حر، سيضيع جهده ووقته دون أن يصل إلى شيء. فهو تفكير حر بالتأكيد حر، وكون القواعد موجودة فهذا طبيعي في أي نظام، أي نظام في العالم، نظام دولة، نظام مجتمع، حتى القبيلة الصغيرة البدائية التي لا تعرف شيئا لها سنة نظامه. الإنسانية هي سنة الناس، سنة البشرية، سنة الطبيعة، الحياة، القواعد، حتى الحرية التي تكلمون عنها، حاول الفرنسيون بعد الثورة أن يجعلوا الحرية شيئا مطلقا، فوجدوا أن هذا لا يمكن، حتى ظهرت حركة اسمها حركة الداديزم أو الدادية كما يقولون. هذه الحركة قالت كل شيء، يعني لا شيء مقدس، لا دين ولا عادة ولا 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 فكر ولا جد ولا لهو ولا لعب ولا دنيا ولا آخرة ولا روح ولا جسد، نفوا كل شيء أن يكون حقيقة، كل شيء عبث. هل استطاع الفرنسيون في بعد الثورة أن يعيشوا؟ ما استطاعوا، فراحوا يقررون الفطرة البشرية ترفضها ربما. طبعا، لأنه لو أعطيت الحرية لكل إنسان فستتصادم الحريات ويفسد المجتمع. إذن لابد من القواعد التي تحكم هذه الأشياء، كل نشاط إنساني هكذا. الطعام مثلا، هل لنقل للناس كلوا ما تشاؤون، ما الذي ينتج عن أن يأكلوا ما يشاؤون؟ الأمراض والموت المبكر. فكذلك التفكير حينما تضع له قواعد فليس معنى ذلك المنع، الذي يجرب يجرب، ولكن إن وصل إلى نتيجة وجدوى فليقل لنا إلى أي نتيجة وصل. نعم، في هذا السياق دكتور، يعني الإسلام له مصادر وأسس للتفكير وثمة خصائص تحدثت عنها بشيء من الإسهاب قبل قليل. هذه الأسس والمصادر والخصائص كيف تنعكس على الناتج أو المنتج المعرفي من التفكير في الإسلام؟ يعني عندما يفكر المسلمون كيف يتأثر منتجهم المعرفي من هذا التفكير بهذه الخصائص والأسس والمصادر الإسلامية؟ هو الإنسان بطبيعة الحال كائن مركب، معنى أنه ليس أحاديا، ليس مجرد بدن يأكل وجسد يطعم، وكذلك ليس مجرد روح هائمة في هذا الوجود تبحث عن حريتها كما يعتقد الهندوس وأمثالهم، بل الإنسان كائن مركب، فيحتاج إلى نوع من الطمأنينة في حركته في هذه الحياة، وهذا لا يتحقق إلا بناء على تفكير قائم على أسس واضحة. كل العلوم الصحيحة قامت على محاولة مستميتة لضبط التفكير، ضبط قواعده، يعني ما يسمى بالمنهج التجريبي مثلا. هناك إصرار من المنظرين الذين كتبوا في ما يسمى بالميثودولوجي الخاص بالمنهج الاستقرائي، تكلموا عن أنه ينبغي أن يبذل العالم جهده، يعني قدر الطاقة، حتى يضبط نتائجه قدر المستطاع، ولن يستطيع أن يضبطها ضبطا يعني نهائيا كاملا، ولكن عليه أن يبذل في التجربة وفي النظر وفي الملاحظة وفي الافتراض العلمي، يجب أن يبذل جهده كأقصى ما يستطيع حتى يتثبت. هذا الأمر تشترك فيه كل الأيديولوجيات وكل العلوم وكل الأديان، إن كان هناك يعني حرص على العقل تشترك في هذه المسألة، الضبط والحرص على أن يكون الأمر دقيقا في حسابات الناس. فمثلا على سبيل المثال عندنا في ديننا، حينما يجتهد العالم لا ينبغي للعالم أن يأخذ المسائل من رؤوسها ويتسرع في الإفتاء حتى لا يحرم حلالا وحتى لا يحل حراما، بل ينبغي أن يضبط المسائل وينظر في القضايا. هذا تفكير أيضا، يعني حينما ينظر العالم في نص شرعي ليستخرج منه نتيجة، حينما ينظر في نازلة من النوازل التي أصابت الناس ويحاول أن يصل نتيجة، هذا نوع من الاستنباط، هذا تفكير أيضا. فمسألة التفكير مسألة واسعة. فالمنتج الذي ينتج بناء على هذه الدقة يكون منتجا نافعا للناس.
انظر على سبيل المثال في أزمتنا الحضارية الحالية، أزمة هي ليست أزمة المسلمين. أول قاعدة ينبغي أن نبني عليها تفكيرنا في هذه الفترة أنها ليست أزمة المسلمين، الأزمة الفكرية التي يعيشها الناس هي أزمة العالم. وبالتالي أي أطروحة تقدم لا ينبغي أن تقدم كأطروحة خاصة لإنقاذ المسلمين، بل ينبغي أن تقدم كأطروحة عامة لإنقاذ البشرية، بخطاب محترم، خطاب دقيق، قائم على ضوابط وأصول واضحة. يعني نحن مثلا حينما نصور أنفسنا في أفكارنا على أننا نعمل برنامجا خاصا لنا لإنقاذ فصيل من الناس أو جماعة من الناس دون هذه البشرية، أظن أننا نقدم تفكيرا أنقص مما يريده القرآن. القرآن كما نعلم خطاب لهذه الدنيا كلها، فينبغي أن يكون خطاب الفكر الإسلامي أيضا خطابا لهذه الدنيا كلها. نقول للناس تعالوا إلى كلمة سواء، نقول للناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، قرآننا يناديكم، من عمق القرآن نرسل إليكم بهذا الخطاب ونوضح لهم أطروحاتنا وأفكارنا. هناك أحد الدعاة في مشهد مشهور على اليوتيوب يقول المخابرات تتابعني حتى في بيتي، وأنا أقول لهم مرحبا، تعالوا انظروا ماذا أفعل، أنا أتوضأ في بيتي، أنظف نفسي، أحافظ على بيتي وكذا. دعوهم يروننا، دعوهم يروننا حتى العمق، لأنهم إذا رأوا سيعرفون الفرق بيننا وبينهم، وأننا نريد الخير لهذه البشرية ولا نبحث لها عن الشر. وهذا مرتبط بغاية التفكير في الإسلام، الغاية التي يريد الإسلام أن يحققها من خلال وسائل ومصادر وطرق وقواعد التفكير عند البشر وخصوصا عند المسلمين. هذا ما نبحثه بعد الفاصل. نذهب إلى فاصل قصير ثم لنا عودة لاستكمال ما تبقى من الحلقة. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم. دكتور، التفكير في الإسلام ما الهدف وما الغاية منه في نهاية المطاف؟ هل التفكير لمجرد التفكير مجرد من أي هدف، أم أن له أهدافا محددة؟ نحن نعلم أن الحياة أو الأرض التي أسكنها الله إياها فيها إمكانات، وأيضا النص أو الشرع الذي أنزله الله عز وجل فيه عمق. فالتفكير الذي يقود الإنسان إلى مزيد من اكتشاف المساحات التي لا يعرفها يوسع إدراك الإنسان ويزيد من الانتفاع بهذا الوجود، وأيضا يزيد من أو ينبغي أن يزيد من عمق علاقة هذا الإنسان بخالقه عز وجل. بمعنى أننا لم نعرف كل شيء، بل ما نعرفه قليل جدا، وسيظل ما نعرفه قليلا جدا كما قال ربنا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن محاولاتنا لاستكشاف المساحات التي لا نعرفها ستزيدنا معرفة بهذا الكون والوجود. كما نعلم الناس ما كانوا يعرفون من الوجود، يعني حتى أيام حتى القرن السادس عشر الميلادي ما كانوا يعرفون من الوجود إلا هذه الشمس وبعض النجوم المحيطة، بعض الكواكب المحيطة بها وبعض النجوم. الآن الناس يتكلمون عن كون هائل جدا ويتسع مع الوقت. فأعني بذلك أن المساحات المجهولة أمامنا واسعة، سواء في النص الشرعي أو في الوجود الذي حولنا. فالتفكير وتشغيل العقول في الوصول إلى مزيد أو اكتشاف مزيد من المساحات في هذا الكتاب الكريم أو هذا الشرع الكريم وفي هذا الكون الفسيح، هذا كله يزيدنا ارتباطا بالله عز وجل ويزيدنا انتفاعا بخير هذا الوجود، يملأ نفوسنا أو يحدد أمامنا الهدف الذي نريده. نحن نحيا هنا بسم الله في كون الله عز وجل، نفعل كل شيء ونقول هذا بسم الله حتى ينضبط، حتى يتوجه، حتى تكون له غاية واضحة، حتى لا يكون عملا في هباء وإنما يكون موجها إلى جهة محددة. وبالمناسبة كنت أريد أن أقول إن التفكير ليس من وظيفة المخ وليس من وظيفة القلب وحده، بل التفكير هو عمل مركب تقوم به النفس بناء على تعاون مجموعة من الأجهزة وشيء من يعني شيء سيكولوجي، يعني ليس كما يعني اليد لها وظيفة والعين لها وظيفة، لكن ليس هناك عضو ما يقوم بالتفكير بشكل عام. ولذلك قال بعض علمائنا إن القرآن، بعض علماء في مسائل الكلامية قالوا إن القرآن ما استعمل كلمة العقل
باعتبارها اسما، ولا 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 السنة الصحيحة، ورد في بعض الحديث الضعيفة فقط. لماذا استعمل فقط يعقلون، استعمل الألباب لكن ما استعمل العقل؟ فابن حزم بالتحديد وغيره أول ذلك بأن التفكير أو التعقل هي عملية وليست عضوا معينا. هذا كنت أريد أقوله يعني. نعم، يعني سؤالي الأخير لك يا دكتور، يعني المنتج الإسلامي، الحضارة الإسلامية أبرز معالمها ومظاهرها كانت حضارة أخلاقية أكثر منها حضارة مادية، وإن كانت أنتجت في مجال الطب والهندسة والأدوية إلى آخره، بينما الحضارة الغربية تميزت في المنتج المادي وأفادت البشرية في الطائرات وفي الهندسة وفي التقنية الحديثة. هل هذا مرتبط بمصادر ووسائل وقواعد المعرفة أو التفكير عند المسلمين، وهذا ما حال بينها وبين أن تكون حضارة مثلا مدنية أكثر تقدما مما كانت عليه في السابق؟ هو طبعا المقارنة بين الحضارة الإسلامية التي توقفت عن الإنجاز في قبل تقريبا 4-5 قرون تقريبا وبين الحضارة الغربية الآن مسألة ظالمة. علينا أن نقارن بين قمة الحضارة الإسلامية وقمة الحضارة الغربية. القمة التي تميزت بها الحضارة الإسلامية أو ما تميزت بها الحضارة الإسلامية في قمتها هو أنها وازنت وجمعت بين تقدم فيها في مجالات مختلفة. فنجد علماء الشريعة كثيرين جدا، علماء الطب كثيرين جدا، علماء المهندسين كثيرين جدا، وهكذا. أما الحضارة الغربية فهي دائما ترى دائما حتى في القديم أيام الرومان وأيام اليونان وفي سائر عصورها ترى بعين واحدة وتطير بجناح واحد مهما بلغت، فإنها دائما يسقط أحد جناحيها أو تعمى إحدى عينيها، لا ترى بالعينين الاثنتين. ولكن لا ينبغي أن نقول إنهم بلغوا وبلغوا ونقارن هذا بالمسلمين قبل 6-7 قرون. هذه مقارنة ظالمة بالتأكيد، لأن فرق الزمن واضح. لكن عموما ننظر إلى مدى القدرة على إنتاج حضارة فيها كم كبير من التوازن. هناك فساد حصل في الجانب السياسي لا شك في ذلك، ولكن لا ننسى أن الأمة بقيت يقظة وما زالت الأمة فيها يقظة، والحمد لله رب العالمين، إلى يوم الدين يبقى هذا الأمر إن شاء الله. وأنا بدوري أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإفاضة دكتور نبيل. في ختام هذه الحلقة أعزائي المشاهدين أشكر الدكتور نبيل الفولي أستاذ الفلسفة الإسلامية، شكر لكم، إلى لقاء في حديث مقاصدي آخر.